السلام عليكم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسیار خرسندیم از حضور نخست وزیر محترم کشور دوست، برادر و همسایه‌مون عراق، و از اینکه دعوت جمهوری اسلامی ایران رو اجابت کردند و سفر کردند به کشور خودشون و حضور پیدا کردند در ایران اسلامی. از آقای نخست وزیر جناب آقای سودانی و همه همکاران و همراهان ایشون صمیمانه تشکر میکنم و سپاسگزارم. روابط ما با کشور عراق روابط معمولی نیست. روابطمون ریشه داره در اعتقادات و باورهای دو ملت و این ریشه بسیار عمیقی است که دو ملت رو و دو دولت رو در کنار یکدیگر قرار داده. اوج این ارتباطات رو شما میتونید در اربعین حسینی ببینید. حضور ملت‌ها از سراسر جهان اسلام، به ویژه ملت عاشق اهل بیت عصمت و طهارت در ایران اسلامی، در سرزمین عراق، و میزبانی بسیار عالی که دولت و ملت عراق دارن از همه زائرین، به ویژه از ایرانیان عزیز و زائرین امام حسین علیه السلام، که من جا داره از همینجا تقدیر و تشکر بکنم صمیمانه از ملت عراق به خاطر میزبانیشون و هم از دولت عراق. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن سعداء جدا اليوم بحضور رئيس الوزراء العراقي، رئيس وزراء العراق الشقيق الصديق والجار، وأيضا نرحب بالوفد المرافق له ونشكره ونقدر عاليا تلبيته لدعوتنا وزيارته إلى بلده الثاني وحضوره في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونرحب أجمل ترحيب بدولة رئيس الوزراء والوفد المرافق له، ونشكر ونقدر عاليا هذا الحضور. إن العلاقات القائمة بين جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية ليست علاقة عادية، بل هي متجذرة في المعتقدات المشتركة بين الشعبين، ولها جذور عميقة بين الشعبين والحكومتين. ونرى ذروة هذه العلاقات في زيارة الأربعين الحسينية، حيث يحتضن الشعب العراقي الزوار الإمام الحسين من جميع أرجاء العالم الإسلامي، ولا سيما الزوار الإيرانيين، ويضيفونهم أجمل تضييف. أرى من واجبي أن أتقدم بالشكر والتقدير الحميم لهذه الضيافة التي يقدمها الشعب العراقي والحكومة العراقية. دولت عراق و آغاز به کار جناب آقای سودانی نخست وزیر محترم که حاصل توافق گروه های سیاسی در عراق هست، ما امیدواریم تدبیر آقای نخست وزیر و همکاری همه گروه های سیاسی و همه بخش ها در عراق بتواند خدمتی متفاوت رو برای مردم عزیزمون در عراق به دنبال داشته باشه، رفع مشکلات مردم، خدمتگذاری خالصانه به مردم، همکاری و همراهی با کشورهای همسایه. و ما هم امیدواریم که در دوره دولت جدید همکاری های بین ایران و عراق ارتقا پیدا کنه، و امروز ما در حوزه های مختلف همکاری با عراق رو داریم،
همکاری ها و مناسبات سیاسی، اقتصادی و تجاری، امنیتی در حوزه های فرهنگی و اجتماعی و در حوزه علم و فناوری. امیدواریم در این دوره از دولت جدید این همکاری ها ارتقا پیدا کنه. الحكومة العراقية بدأت مهامها أخيرا برئاسة وزراء دولة السيد السوداني، وحصلت هذه الحكومة من خلال التوافق بين الفئات والأحزاب السياسية في العراق، ونحن نشد آمالنا على حكمة دولة رئيس الوزراء وتدبيره وتعاونه مع جميع الجهات السياسية والمكونات العراقية لكي ينجح في تقديم خدمة مختلفة للشعب العراقي العزيز، ويرفع المشاكل والمعاناة، وأن يقدم خدمات مخلصة للشعب العراقي. كما نشد آمالنا على التعاون مع جمهورية العراق وتضامنها مع دول المنطقة، وكذلك نتمنى أن يرتقي مستوى التعاون مع إيران، وأن تزداد وتتوسع مجالات التعاون في الشؤون السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية والثقافية، ونتمنى الرقي والتوسيع في التعاون في هذه المجالات يوما بعد يوم. از نظر ما و دولت عراق، امنیت و صلح و ثبات در منطقه بسیار اهمیت دارد، و لذا مبارزه با گروه های تروریستی، مبارزه با جرائم سازمان یافته، مبارزه با مواد مخدر و هر ناامنی که منطقه رو تهدید بکنه جز توافقات و اراده مشترک دو کشور است. من وجهة نظرنا يحظى التعاون مع العراق من وجهات نظر عديدة، وإنما كانت العراق مكانة هامة لإرساء السلام والاستقرار والأمن في المنطقة، ومن المجالات التي يرغب الطرفان بالتعاون فيها هي مكافحة المجموعات الإرهابية، وأيضا التصدي للجرائم المنظمة، وأيضا مكافحة الإرهاب، وأيضا التصدي لأي عامل يهدد الأمن ويؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلدين. هذه الأمور تحظى بإرادة مشتركة من قبل البلدين للتصدي لها. امنیت منطقه و ثبات و صلح منطقه باید به دست مسئولان و نیروها در منطقه انجام بشود. حضور بیگانگان در این منطقه به هیچ عنوان امنیت ساز نیست، بلکه خود مشکلی است بر مشکلات ما. لذا همچنانی که حضور امریکایی ها در افغانستان امنیت ساز نبود، در عراق امنیت ساز نبود، در دیگر نقاط منطقه هم امنیت ساز نیست، و حتما خروج اینها از منطقه می تواند به امنیت منطقه کمک بسزایی داشته باشد. إن أمن المنطقة والسلام والاستقرار في المنطقة يجب أن يكون منطلقا من جهود المسؤولين في حكومات المنطقة، وإن حضور الأجانب سوف لن يؤدي إلى إيجاد للأمن في هذه المنطقة، بل هو يزيد المشاكل العالقة مشاكل أخرى. لذلك رأينا أن حضور الولايات المتحدة في أفغانستان لم يؤدي إلى الأمن، وكذلك في العراق لم يؤدي إلى الأمن، وكذلك نرى أن حضور القوات الأمريكية والأجنبية في الدول الأخرى سوف لن يؤدي إلى إرساء الأمن، ونرى أن خروج هذه القوات هو الكفيل بإحلال الأمن في مختلف البلدان. حضور جناب آقای نخست وزیر عراق در جمهوری اسلامی ایران نقطه عطفی است در روابط دو کشور، و حتما مذاکرات
بین ما میتونه در جهت ارتقای روابط گام بلندی باشه که مسائل قبل در حوزه اقتصادی و تجاری مورد مذاکره ماست، مسائل پولی و بانکی مورد مذاکره ماست، در حوزه صادرات برق و گاز از مسائلی که ما برش تاکید داریم و مورد بحث و مذاکره است. بدون تردید این سفر و گفتگوهای بین دو هیئت ایرانی و عراقی میتونه در جهت حل فصل مسائل فیما بین کمک بسزایی داشته باشه. من یک بار دیگر از حضور جناب آقای نخست وزیر آقای سودانی تقدیر و تشکر میکنم و امیدوارم انشاءالله دولت ایشون بتواند در جهت حسن روابط بین دو کشور گامهای بلندی رو انشاءالله بردارد. إن حضور دولة رئيس وزراء جمهورية العراق في الجمهورية الإسلامية الإيرانية يعتبر نقطة تحول في العلاقات الثنائية، ومن المؤكد سوف تكون المباحثات والمفاوضات التي سوف تجري خلال هذه الزيارة أن تساعد على رقي العلاقات بين الطرفين وأن تكون خطوة كبيرة لتعزيزها. هناك العديد من القضايا التي سوف نتناولها في مباحثاتنا بما في ذلك الاتفاقيات والمذكرات التي تم إبرامها سابقا، القضايا المصرفية والنقدية، وموضوع تصدير الكهرباء والغاز، ونحن نؤكد على هذا الموضوع ومن المجالات الهامة التي نتناولها في مباحثاتنا. ودون أي شك أن هذه الزيارة والمباحثات التي تجري فيها سوف تساعد على حل بعض المشاكل العالقة فيما بين البلدين. مرة أخرى أعبر عن ترحيبي و حفاوتي بدولة رئيس الوزراء السيد السوداني والوفد الكريم المرافق له، وأشكره على هذا الحضور في الجمهورية الإسلامية، وأتمنى أن تكون هذه الزيارة خطوة كبيرة لتعزيز العلاقات بين البلدين. الحمد لله دیدگاه‌های مشترکی ما در روابط دو جانبه، روابط منطقه‌ای و روابط بین‌المللی داریم و حتما این حسن روابط دو جانبه به ارتقای روابط در سطح منطقه و در سطح بین‌المللی هم خواهد بود که امید است در این سفر و با تبادل هیئت‌ها بین دو کشور در این رابطه هم نیز گام‌های ماندگاری برداشته شود. و السلام علیکم و رحمت الله. بحمد الله هناك وجهات نظر مشتركة فيما يخص العلاقات الثنائية والشؤون الإقليمية والدولية، ونرى أن حسن العلاقات بين البلدين يؤدي إلى الرقي في العلاقات الإقليمية والدولية للبلدين، ونأمل أن تكون هذه الزيارة منطلقة للمزيد من تبادل الوفود بين البلدين ونخطو خطوات كبيرة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. شكرا جزيلا فخامة الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. بناء على دعوة كريمة من قبل السيد إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران، اليوم نحن في طهران لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية، وكذلك بحث مستجدات المنطقة والوضع الدولي. بالتأكيد زيارتنا اليوم هي لإدامة الأواصر العلاقة التاريخية بين العراق وإيران وما يتخللها من مشتركات على كافة الأصعدة. الأمر الذي يحتم علينا العمل والتنسيق المشترك في مختلف هذه المجالات. العراق
شعبا وحكومة لا ينسى دعم الجمهورية الإسلامية له في هذه الفترة الماضية منذ التغيير في 2003 ولغاية الحرب على داعش الإرهابية. هذا الدعم الذي تجلى في مجالات كثيرة من خلال وجود المستشارين والأخوة الذين قدموا أرواحهم مع أخوتهم في خندق المواجهة، مواجهة الحق ضد الباطل. هذه اللقاءات والزيارات ضرورية لتوفير قاعدة صلبة للدفع باتجاه تفعيل الأنشطة في مختلف المجالات، ويحظى الملف الاقتصادي بأهمية كبيرة من اهتمامات الحكومة العراقية الجديدة وخلال هذه الزيارة، لأننا نعتقد أنه يمثل ركيزة للأمن والاقتصاد ليس فقط للبلدين وإنما للمنطقة والعالم. اتفقنا مع فخامة الرئيس على تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة وضرورة عقد اجتماعاتها في أقرب وقت لكي تكون هناك مخرجات ترفع إلى اللجنة الرئيسية، اللجنة العليا برئاسة رئيس الوزراء العراقي والنائب الأول لرئيس الجمهورية. نثمن موقف الجمهورية الإسلامية في دعم العراق واستمرار إمدادات الغاز والكهرباء، وأكدنا في حديثنا اليوم أهمية هذا الأمر لاستمرار الخدمة لحين إكمال مشاريعنا على مستوى البلد لإنتاج الغاز وتأمينه لتشغيل محطات الكهرباء. العراق سوف يبذل جهد لاتباع آلية بشأن الالتزامات المالية وفق المتطلبات الدولية، وسوف تكون لنا جهود في هذا الشأن على مستوى اللجان الثنائية، وأيضا اليوم سوف يكون هناك بحث لهذا الأمر. في هذه الزيارة وفي زيارات أخرى أيضا نحتاج بين وزيري النفط في البلدين، سوف يكون هناك بحث لمشاريع تتعلق بنقل النفط الخام للتصفية والحصول على المنتجات، وكذلك نقل الغاز ومعالجته. هذه مشاريع وفق مذكرات تفاهم سابقة سوف يتم تفعيلها وبحثها في هذه الزيارة وفي زيارة أخرى في بغداد إن شاء الله. أيضا تم بحث العلاقة والتعاون في المجال الأمني، وهنا نؤكد على أن أمن البلدين وحدة متكاملة لا تتجزأ، وهي قطعا جزء من أمن المنطقة. حكومتنا ملتزمة بتنفيذ الدستور وعدم السماح لأي مجاميع أو أي أطراف تستخدم الأرض العراقية للإضرار والإخلال بأمن إيران. هذه سياسة العراق لن يكون محطة أو نقطة انطلاق للإضرار بدول الجوار. نعتمد سياسة في علاقاتنا الخارجية، العلاقة المتوازنة مع الدول الشقيقة والصديقة وفق مبدأ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم السماح لأن يكون العراق مصدر قلق أو ضرر لدول الجوار. سوف يكون هناك بحث للمشاكل الأمنية وهناك صيغة للتفاهم، سيقوم الأخ مستشار الأمن القومي مع نظيره في إيجاد آلية للعمل والتنسيق الميداني لتجنب أي تصعيد. نحن نعتمد ونرى أهمية الحوار والتفاهم كأسلوب أمثل لحل هذه المشكلات. نؤكد التزام الحكومة على تطوير آفاق التعاون مع الجمهورية الإسلامية في كل المجالات بما ينسجم مع هذا العمق وهذه المشتركات وهذه المصالح المتبادلة. نشكر فخامة الرئيس على حسن الاستقبال وكرم الضيافة. شكرا جزيلا.